خبر عاجل، نقل زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المهتمة بأخبار المشاهير بالإنستغرام فيديو يعود لزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة، وقد ظهر فيه وهو مغمى عليها حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستعجلات بأحد المستشفيات. وقد تم تداول هذا الفيديو على نطاق واسع بصفحات أخبار الفن والمشاهير، حيث رجح العديد من المتابعين بأن محمد الترك أصيب بجلطة دماغية إثر ما يمر به من مشاكل وانفصاله عن زوجته دنيا بطمة، فيما قال آخرون بأن الأخير حاول الانتحار. وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد تجاهلت الحديث عن زوجها في لقائها الصحفي، كما أنها رفضت الصعود إلى خشبة المسرح حتى يقوم رجال الأمن بطرده من الحفلة، رغم أنه أتى من أجل مصالحتها حاملا معه باقات من الورود. قضية محمد الترك وزوجته تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، وكانت والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة السيدة ليلى الطاسي قد خرجت بفيديو عبر صفحتها بالإنستغرام تتحدث فيها عن شخص آذاهم في حياتهم وأنهم ينتقمون منها في إشارة لمحمد الترك.